السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شرح دو وايل. أول حاجة إن أنا بقول له دو يعني افعل لي الكود التالي أو اكتب لي الكود التالي. إذا تحقق الشرط إيه؟ إذا تحقق الشرط ده أو الكونديشن ده. خلاص تعالوا نجربها كده. هنقول عندنا متغير اسمه نم، والنم ده بيساوي صفر، تمام. هنقول له دو، هتعمل إيه؟ دو اطبع لي الكود التالي. اطبع لي إيه؟ اطبع لي world مثلا dot br. هنا ايه هقول له؟ وايل. بينما ايه؟ اذا تحقق الشرط مين؟ اذا تحقق ان النم سوري ان النم نم اقل من كام؟ اقل من العشرة. يعني اطبع لي ده، اطبع لي الكود ده اذا كان ايه؟ اذا كان الرقم ده او النم ده اقل من كام؟ اقل من العشرة، يبقى يتحقق الشرط. وما تنسوش ان احنا نقول له ايه؟ ان النم بيزيد بمقدار ايه؟ بمقدار واحد. طب تعالوا نجربها كده. طبعها لي كام؟ طبعها لي 10 مرات.